من حيث المعلومة نعرف أكثر عن هذا الموضوع من مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك رامي، أي معلومات أكثر الآن عن هذا الاستنفار؟ نعم صباح الخير. طبعا هناك اعتقالات حقيقة الأمر في صفوف الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، على الأقل حتى اللحظة المؤكد 11 عنصرا جرى اعتقالهم من قبل حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في مجالتي البوكمال والميادين، ولكن الاستنفار الأمني في دمشق ومحيطها في الحدود السورية اللبنانية يأتي في إطار الهاجف الأكبر حقيقة الأمر من قبل حزب الله، وهو الهاجم الأمني. حزب الله كان يعتقد في مرحلة من المراحل بأنه محصن ضد الخروقات الأمنية، ولكن من الواضح بأن الاستهدافات التي كانت من التحالف الدولي أو من إسرائيل، الطائرات المجهولة التي استهدفت القافلة الإيرانية التي عبرت الأراضي السورية أو عبرت الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية وجرى استهدافها لمجرد دخولها، ومن المفترض أنها قافلة مواد غذائية، هذا يؤكد بأن هناك خرق أمني كبير في صفوف عناصر يعني ميليشيات إيران وحزب الله اللبناني، ليس فقط في البوكمال بل في دمشق ومحيطها. دعني أقول لكم معك صريح، عندما يعلم المرصد بوجود مستودعات في السيدة زينب ومكان هذه المستودعات، ما بالك على إسرائيل وغيرها والتحالف الدولي والجهات الدولية؟ أي أن الخروقات هي كبيرة وكبيرة جدا في صفوف عناصر حزب الله، في صفوف الإيرانيين وميليشيات إيران عند الحدود السورية اللبنانية، وفي السيدة زينب التي تعتبر معقل مهم لهذا الحزب، وتمكننا نحن من تصوير عناصر حزب الله داخل هذا المقر أو المقرات الحزب، ما بالك للمخابرات الدولية العاملة داخل الأراضي السورية. هل الخروقات هي في الصف الأول في الصف الثاني؟ حقيقة الأمر لا نعلم، ولكن نعلم بشكل قطعي ومتأكدين بأن هناك خروقات كبيرة وهناك هواجس كبيرة لدى حزب الله الآن من الخروقات الأمنية ضمن صفوف هذا الحزب وضمن صفوف ميليشيات إيران. أنتم ترصدون دائما يعني من ضمن الملفات طبعا التي ترصدونها هذه المسائل، هل في الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة هذه الشكوك لدى الميليشيات وازدادت وتيرة اعتقالات من يشتبه في أنهم مجندون؟ يعني أقصد مجندون طبعا جداً للاستخبارات سواء للتحالف أو لإسرائيل، هذا ما قصدته طبعا فقط للتوضيح. نعم بشكل كبير جدا، والأمر الذي أدى لتسريح بعض السوريين الذين تطوعوا حقيقة الأمر مع هذه الميليشيات، وأيضا جرى التحقيق مع من يريد أن ينتسب إلى هذه الميليشيات من قبل ضباط من حزب الله اللبناني، يخضعون لدورات أمنية لدورات عقائدية لولي يعني يتبعون ولاية الفقيه أكثر من استقطاب عدد كبير من السوريين. لذلك يعني لولا الهاجس الأمني لما قام حزب الله اللبناني بتولي الأمور الأمنية لميليشيات إيران داخل الأراضي السورية. لا فاطميون لا زينبيون ولا أي مجموعة من هذه الميليشيات يوجد لديها يعني ثقة كاملة لدى حزب الله اللبناني، وهم يعلمون بأنهم قد يخترقون بأي لحظة. إيران أولت موضوع الأمني لحزب الله ولم يولى لا لفاطميون ولا لأي ميليشيات سورية عاملة داخل التراب السوري لصالح إيران. طيب شكل الاستنفار، يعني هل كما أنتم رصدتم أيضا نتحدث بهذه الحالة عن إخفاء إبعاد قيادات مثلا سواء من الصف الأول أو حتى الثاني عن الأنظار يعني إلى مناطق غير معلومة؟ نعم يعني على سبيل المثال عندما نتحدث في مناطق سيدة زينب هناك منازل معلومة لأن يوجد فيها قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني أخليت يعني أمس وأمس الأول، وأيضا في الصبورة كان هناك بعض المنازل جرى إخلاؤها أو انتقلت إلى مكان آخر. يعني هذه يعني الخروقات الأمنية أربكت حقيقة أمر حزب الله ومواقفه على قيادته العسكرية داخل التراب السوري، وعند الحدود السورية اللبنانية تعمل بعض الميليشيات السورية مع حزب الله، ولكن هم يعني أيضا قاموا بنقل بعض المقرات الموجودة في تلك المناطق. هل نقلوا أسلحة؟ لا، لم نرصد نقل أسلحة، ما رصدناها هو تغيير مقرات ويعني إبعاد الحرس الأمني عن محيط هذه المقرات. قد يكون الضابط الموجود القيادي موجود داخل هذا المقر، ولكن إخلاء المحيط هذا المقر يعني المراد منه الإيحاء بأنه المقر بات فارغا ولا يوجد فيه قيادات أمنية من حزب الله أو قيادات عسكرية. من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، شكرا لك.